مع اقتراب موعد الحج، ثلاثة سيناريوهات تنتظر الحجاج، أبرزها إلغاء الحج. مع اقتراب موسم الحج 2020، بدأت الشائعات والأقاويل تخرج بشأن مصير الموسم المقبل، لتبدأ التكهنات حول السيناريوهات المحتملة للإجراء الذي ستقوم به المملكة العربية السعودية بشأن موسم الحج. فبين تخفيض عدد الحجاج أو إلغاء موسم الحج بالكامل، لا يزال مصير موسم الحج 2020 معلقا. لذا نستعرض معكم في التقرير التالي أبرز السيناريوهات التي تواجه موسم الحج 2020. تخفيض عدد الحجاج. مع التصريحات المتواترة والمنسوبة إلى مصادر سعودية مطلعة، يكون خيار تخفيض عدد الحجاج هذا العام هو الخيار الأقرب. ففي وقت سابق قالت مصادر مطلعة إن السعودية ربما تحد بشدة من عدد الحجاج هذا العام، في حين يضغط مسؤولون لإلغاء حج هذا الموسم، وذلك لمنع المزيد من تفشي فيروس كورونا بعد أن تجاوز عدد الحالات في البلاد 100,000. وقالت مصادر لوكالة أنباء رويترز إنه من خلال الإجراءات الصارمة تعتقد السلطات أنه قد يكون من الممكن السماح بما يصل إلى 20% من عدد الحجاج المعتاد لكل دولة. ووفقا للمصادر، فإن الحكومة السعودية تعتزم تخفيض عدد الحجاج بشكل كبير قد يصل إلى 50% من إجمالي عدد الحجاج، في حين أن عدد الحجاج سنويا نحو 2.5 مليون. وتظهر البيانات الرسمية أن إيرادات المملكة من الحج والعمرة تصل إلى نحو 12 مليار دولار سنويا. إلغاء موسم الحج. وبالرغم من أنه لم تخرج أي تصريحات في هذا الشأن، إلا أن عددا كبيرا من الخبراء رجحوا إلغاء موسم الحج لهذا العام، وذلك بسبب تفشي فيروس كورونا في المملكة العربية السعودية بشكل كبير. وقالت مصادر لوكالة أنباء رويترز إن بعض المسؤولين ما زالوا يضغطون من أجل إلغاء الحج الذي من المتوقع أن يبدأ في أواخر يوليو المقبل. ورجح هذا السيناريو طلب المملكة العربية السعودية في 12 من شهر مارس 2020 تعليق خطط الحج ووقف العمرة حتى إشعار آخر. وقال مصدران مطلعان لرويترز إن السلطات تفكر الآن في السماح بأرقام رمزية فقط هذا العام، مع فرض قيود تشمل حظر الحجاج الأكبر سنا وإجراء فحوص صحية إضافية. إعادة موسم الحج. وفي الوقت الذي تعاني فيه المملكة العربية السعودية كغيرها من دول العالم من التداعيات الاقتصادية لفيروس كورونا، بدأت أصوات تتعالى بإعادة موسم الحج مع الالتزام بالإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا. وأكد البعض أن إلغاء موسم الحج سيزيد من الضغط على الموارد المالية الحكومية التي تضررت من انخفاض أسعار النفط والوباء، ويتوقع المحللون انكماشا اقتصاديا حادا هذا العام. وكانت المملكة قد أوقفت رحلات الركاب الدولية في مارس من العام 2020، وأعادت المملكة العربية السعودية فرض حظر تجول في جدة، حيث تهبط معظم رحلات الحج بعد ارتفاع معدلات الإصابة بالمدينة. وفي عام 2019 بلغ عدد من أدوا العمرة نحو 19 مليون، فيما بلغ عدد الحجاج 2,600,000. وتهدف خطط الإصلاح الاقتصادي لولي العهد الأمير محمد بن سلمان إلى زيادة عدد الحجاج والمعتمرين إلى 30 مليون سنويا، وهو ما سيجعل الإيرادات تبلغ 50 مليار ريال، أي ما يوازي 13 مليار و320 مليون دولار بحلول عام 2030.